انضم الينا عبر الهاتف السيد احسان القيسون المحلل العسكري. اهلا بك سيد احسان، ما هو تقييمك لسير العمليات العسكريه في الفلوجه وهذا التقدم للقوات الامنيه؟ تحيه لك وتحيه للمشاهدين قناتكم. نبدا من المحاور الذي تقدمت نحو ابواب الفلوجه، هو المحور الجنوبي والمحور الشرقي. المحور الجنوبي هناك قطاعات من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الأولى والشرطة الاتحادية ووحدات تكتيكية من شرطة الأنبار تقدمت نحو مدينة النعيمية واستطاعت أن تدمر الخط الدفاعي الأول للإرهابيين، والآن هي على مشارف حي الشهداء. ولكن إذا استطاعت الفرقة الثامنة والحج العشائري من تأمين رأس الجسر على سدة الفلوجة، تأمين رأس الجسر الأيسر للعبور على سدة عبور القطعات على سدة الفلوجة والتقدم، سوف يصبح داعش بين فتي كماشة في هذه المنطقة، أي في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية. أما القطعات الموجودة في المحور الشرقي تتقدم نحو تقاطع الناطقين، وسوف تكون على ابواب الفلوجه خلال هذه الليله من قريبه على حي العسكري والحي الصناعي. اما المحور الشمالي فكان هنالك تعثر للمحور الشمالي، لان هنالك مقاومه شديده من الارهابيين على المحور الشمالي والشمال الغربي وايضا كذلك المحور الغربي. فتوقع ان يكون الدخول الى مدينه الفلوجه من المحور الجنوبي والمحور الشرقي فقط. نعم، لكن سيد احسان، يعني نرى في الاستراتيجيه التي يتبعها تنظيم داعش انه يتراجع في بعض المناطق، مثلا الفلوجه ومناطق اخرى، ويفاجئ القوات الامنيه في مناطق غيرها كالتي رايناها مثلا في هيت. إذا هل تقدم القوات الأمنية وانسحاب تنظيم داعش يعني هو نصر للقوات الأمنية أم أنه يعني استراتيجية عسكرية يتبعها تنظيم داعش؟ نعم، علينا أن نؤمن بأن هذه المعركة معركة شرسة ومعركة قوية جدا، ليس كمعارك الرطبة وفيد وقفيتة، لأن ارتأى داعش أن ينسحب من هذه المناطق وأن لا يواجه قطاعات عسكرية كبيرة. يبدو أننا قد فقدنا الاتصال. نشكر السيد إحسان القيسون المحلل العسكري، كان معنا عبر الهاتف.